الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى المجلس الرابع من مجالس دورة شرح المنظومة المئية في سيرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. ويتفضل الشيخ محمد بالقراءة. السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في أرجزته المئية في ذكر حال أشرف البرية: وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام. ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. وبعد تسع من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، وبعد خمسين وربع أسلما جن نصيبين وعاد فعلما. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد خمسين وعام تالي أسر به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى أو الناظم بدأ بذكر مرحلة جديدة من مراحل الحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقريش طبعا جن جنونها وثارت ثائرتها، وأصبحت تتخبط يمنة ويسرة، وذلك لما ترى من إسلام جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما العقلاء والذين يمثلون النخب العاقلة والناضجة في المجتمع المكي، ولا يخلو ذلك أيضا من النساء والإماء والعبيد والأطفال، أيضا دخلوا في دين الله عز وجل. وكانت قريش يعني تهاب أبا طالب، ذلك أن أبا طالب كما ذكرت في المجالس السابقة بأنه السيد المطاع، وأعلنها صريحة بأنه سيحمي النبي عليه الصلاة والسلام بالغالي والنفيس، وأنه لن يتوانى في الدفاع عنه مهما كلفه ذلك يعني من مخاطر. ولكن قريش بدأت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أصحابه، فكانت ضيقت الخناق عليهم، قتلت مجموعة منهم مثل ياسر وزوجه سمية، وكاد عمار ابنهما أن يقتل، كذلك مارسوا سحقا لبعض الصحابة رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود وجد أذية شديدة، عثمان بن عفان يعذبه عمه، سعد بن أبي وقاص تمارس أمه عليه إقصاء وتقسم بأن لا تأكل ولا تشرب حتى يرجع إلى دين آبائه وأجداده، فيه أما اسمها زنيرة، كذلك مارسوا عليها سحقا وإقصاء وتعذيبا نفسيا وبدنيا، النهدية وابنتها أيضا. يعني المجتمع المكي بالنسبة لهؤلاء المستضعفين من المسلمين أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، ومارسوا عليهم ألوان العذاب، سواء العذاب النفسي، العذاب المعنوي، العذاب الجسدي، من استطاعوا قتله قتلوا، ومن لم يستطيعوا قتله حاصروا. وأمام هذا الخناق الذي ضرب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الجو المليء بهذا الحقد وبهذه الكراهية من قبل قريش، أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة
من مكة لكونها أصبحت دارا غير مناسبة، خاصة وأن قريش أعدت العدة ل يعني لسحق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مهما كلفهم ذلك من ثمن، وكانوا مصرين على ذلك وجاءوا على حنق قادرين. والأرض فيها مهاجرا كثيرا ومراغما كثيرا وسعى ولله الحمد، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة. الهجرة إلى أين؟ إلى الحبشة، حيث الملك الصالح أصحمه النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. فكانت الهجرة الأولى في الهجرة الأولى كانت في شهر رجب من السنة الخامسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خاف النبي عليه الصلاة والسلام من أن يستأصل أصحابه واحدا تلو الآخر، أذن لهم بالهجرة، فذهبوا متخفين إلى الحبش. وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فذهب هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى الحبشة، وكان عددهم إذ ذاك قليلا. ولذلك قال: وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر. أربع نساء واثنا عشر رجلا. وثم عادوا طبعا إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، ثم عادوا يعني العودة الهجرة الثانية لا ملام. والسبب في ذلك أن الله تعالى حينما أنزل سورة النجم وتلاها النبي عليه الصلاة والسلام على قريش على الناس جميعا، وفيها في آخر السورة: فاسجدوا لله واعبدوا، سبحان الله العظيم، سجد كل من سمع هذه الآية، حتى المشركين سجدوا، وكأن مطارق إيمانية على رؤوسهم تخضعهم لذي الجلال ولذي العزة ولذي الجبروت سبحانه وتعالى. إلا رجلا واحدا وهو أمية بن خلف، جاءت الرواية بأنه أخذ كفا من حصى ووضعه على جبهته وقال: والله لا يعلو أستي جبهتي، يعني أنفه والعياذ بالله. ويقول الراوي ابن مسعود رضي الله عنه قال: فرأيت بعد ذلك قتل كافرا، يقصد أمية ابن خلف. طبعا وصل الخبر إلى الصحابة في الحبشة أن مكة قد أسلمت، لأن تناقل الناس الأخبار أن أهل مكة سجدوا، أن أهل مكة سجدوا. ولذلك عادوا يعني وهم يعني في غاية الفرح والسرور، عادوا إلى وطنهم الذي منه خرجوا وعلى أرضه درجوا، عادوا إلى وطنهم الذي تنسموا هواءه وشربوا ماءه، عادوا إلى هذا الوطن الذي يمثل الأم الرؤوم والمحضن الدافئ. فحينما عادوا تفاجؤوا وصدموا بأن قريش لم تسلم، وأن الأمر زاد على ما كان عليه حنقا وحقدا وتعذيبا وشيء من هذا القبيل. فهنا قبض على من قبض وسلم من سلم، ثم هاجروا الهجرة الثانية في العام، في نفس العام، العام نفسه الذي هو السنة السادسة الخامسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في هذه الهجرة زاد العدد، ولذلك بلغ عدد الرجال في الهجرة الثانية إلى الحبشة 83 رجلا، وأما النساء فعددهن 18 امرأة. طبعا قريش حينما خرج هؤلاء الصحابة من بين أيديهم سقط في أيديهم، وبدأوا يتداولون الأمر ويشعرون بالخطر، كون هنا مجموعة كبيرة من الصحابة هاجروا إلى بلاد آمنة ومطمئنة، فإن هذا يمثل تهديد خطير بالنسبة لصناديد قريش وبالنسبة لسادات قريش. فما كان منهم إلا أن احتالوا، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية ومجموعة وفد، أرسلوهم إلى النجاشي ليطلبوا منهم أن يسلمهم هؤلاء الخارجين على القانون إن صح التعبير، هؤلاء الذين تمردوا على مجتمعهم وعلى بلدهم،
هكذا. واختيار عمرو بن العاص لم يكن صدفة، وإنما كان انتقاء مدروس. لماذا؟ لأن عمرو بن العاص كان صديقا للنجاشي، فبينه وبين النجاشي علاقة وتهادي، يهدي بعضهم إلى بعض، وبينهم علاقة، ولذلك ذهب الوفد إلى النجاشي، فاستقبل النجاشي صاحبه عمرو بن العاص ومن معه من الوفد، وسأله يعني ما الذي جاء بك؟ فقدم له الهدايا، قدم له الهدايا، ثم طلب منه، قال يعني إن هناك نفرا من هم سفهاء قومنا، وهؤلاء الذين خرجوا على يعني على القانون السائد عندنا، وذكر أشياء شوه فيها صورة من؟ صورة هؤلاء النفر. وكان الصحابة هؤلاء يرأسهم من؟ جعفر بن أبي طالب. فالنجاشي بالنسبة لعمرو بن العاص يمثل مصدر ثقة عنده، لأنه ما جرب عليه كذبا. فأراد النجاشي أن يسلم هؤلاء الذين لجأوا إلى وطنه واحتموا بداره، أن يسلمهم لعمرو بن العاص. فلذلك النجاشي في أول الأمر تأثر من كلام عمرو بن العاص الذي ضرب على الوتر الحساس، يعني مثل فرعون. فرعون لما أراد أن يبطش بموسى وهارون ماذا قال لحاشيته لوزرائه؟ ضرب على وتر حساس، وتر الوطنية، يعني إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهم ويذهب بطريقتكم المثلى، يعني هذول جايين يخربون وطنكم، يخربون بلدكم، يطلعونكم من وطنكم، من بلدكم. طبعا هذه فطرة في النفس الإنسانية، صعب جدا الإنسان يرضى الاعتداء على وطنه أو الاعتداء على بلده. فكان اختيار عمرو بن العاص للمفردات دقيق جدا، وهذا يمثل دبلوماسية خطيرة جدا، في إشارة إلى أن المجتمع العربي لم يكن بتلك الصورة النمطية المرسومة عند كثير من الناس على أنهم يعني ليس عندهم ذاك الذكاء والدهاء، بل هم دهات. ولذلك حينما سمع النجاشي هذا قال خلاص استلموهم. فهنا انتفض جعفر بن أبي طالب وقال كلاما حرك ما في نفس النجاشي، وقال له يعني نحن أرسلنا إليك لأنك ملك عادل، وقال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام اذهبوا إليه، وكلام بدد ما رسمه ونسجه عمرو بن العاص في نفس النجاشي، التضليل الذي مارسه هذا كله تبدد من خلال كلام جعفر بن أبي طالب الذي يعني اختاره الصحابة أن يكون متحدثا رسميا باسمهم. فهنا طلب جعفر أن يتكلم مع النجاشي فأذن له، فلما استمع إليه استمع إلى كلام رجل عاقل ناضج، كلام رقيق يتسلل إلى القلب وإلى النفس بسهولة، كلام مؤثر. فهنا تغير وجه النجاشي وعلم بأن هناك مكيدة. فلما رأى عمرو بن العاص بأن ميزان الأمر بدأ يميل إلى كفة الصحابة رضي الله عنهم، استفز النجاشي بكلمة جعلته ينتفض ويحمر أنفه ويغضب، وقال إنهم يقولون في عيسى وأمه قولا عظيما. فما تحمل النجاشي هذا الأمر، فقال له وما تقولون؟ ما تقولون في عيسى؟ فقال له جعفر والله ما نقول فيه إلا كما قال الله. قال وماذا قال الله؟ فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم عليه السلام بصوت جميل رقراق، يكاد الكون يردد خلف صوت جعفر. فما كان من النجاشي إلا أن تأثر وذرفت عيناه بالدمع، ثم نزل من عرشه وكرسيه إلى الأرض، فحمل عودا صغيرا وقال
والله ما هذا الذي قلتموه أو مثل هذا، أو لم يخالف عيسى محمدا ولا بمثلها. شال عود من الأرض، قال والله ما خالف عيسى، ما خالف محمد عيسى ولا بمثلها. ثم التفت إلى عمرو، قال ردوا له الهدايا، والله لا أسلمهم لك أبدا. ثم أمر النجاشي جعفر ومن معه أن يسيروا في بلاده آمنين مطمئنين. ولذلك صدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد. ولا يخفاكم بأن النجاشي أسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب حينما نعاه إلى أصحابه، نعى النجاشي وجمعهم وصلى عليه صلاة الغائب. فالعلماء اختلفوا هل هو صحابي أو تابعي، فعلى القواعد الحديثية نقول بأنه تابعي. لماذا؟ لأن الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والتابعي هو من رأى الصحابي، هو من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يجتمع به لكنه رأى التابع، هذا كبار التابعين طبعا، ومات على ذلك، مات على الإسلام. طبعا في روايات تقول بأن النجاشي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه حقيقة ليس لها أسانيد يمكن الاطمئنان إليها والجزم بها. في هذه السنة، في السنة السادسة، أسلم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب. حمزة من هو؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. وحمزة رضي الله عنه من شجعان العرب ومن أبطالهم، وكان رضي الله عنه يحترف الصيد، فكان يعشق الصحراء ويصيد، وأغلب وقته خارج مكة. وعاد يوما من الأيام وكانت مكة تغلي، وكان صناديد قريش يمارسون أبشع ألوان العذاب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام، ويعني ما تركوا شيء من الأذية المعنوية والمادية الجسدية إلا واستعملوا، تفننوا في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام صابر ينتظر الوحي من الله عز وجل. حمزة رضي الله عنه إسلامه يعني شيء عجيب وغريب. في بداية إسلام حمزة كانت بداية الإسلام حمية وعصبية، ثم وقر الإيمان في قلبه رضي الله عنه. عاد حمزة وكان في ذلك اليوم أبو جهل فرعون هذه الأمة يمارس هوايته في تعذيب النبي عليه الصلاة والسلام، في تعذيب الصحابة، فأصبح يعني أصبحت فريضة يومية بالنسبة له، يصبح فيبدأ يعربد هنا وهناك. وفي هذا اليوم يقدر الله عز وجل أن أبا جهل يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذيه، ويحاول قدر المستطاع أن يجر النبي عليه الصلاة والسلام لحلبة الصراع، لأن يتمنى أي اعتداء بدني من قبل النبي أو صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة حتى فعلا يقضي على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك اليوم نال من النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، فجاء حمزة بن عبد المطلب من الصحراء عائدا إلى بيته، وكانت هناك مولاه لعبد الله بن جدعان في مسكن لها قريب من الصفا. فلما رأت حمزة قالت له يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان محبوبا عند جميع أعمامه ما عدا أبو لهب، بدأت الكراهية والعداوة منذ أن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، لكن بقية أعمام النبي عليه الصلاة والسلام يحبونه ويجلونه. فقالت له يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم ابن هشام اللي هو أبو جهل، وجده ها هنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد، هكذا تقول الجارية. وهذا لا شك بأنه كلام يستفز المشاعر ويجعل عرق الحمية ينبض
عند ذوي العزة والأنهة، فغضب لذلك حمزة وانتفض انتفاضة الهزبر، فسأل أين أبا جهل وإذا بالقوم مجتمعين عند الكعبة، فبحث عنه فوجد أبا جهل ولم يكلمه، وإنما اقترب منه ورفع القوس فضربه حتى شج رأسه شجا منكرا، وقال له: أتشتم ابن أخي وأنا على دينه أقول ما يقول؟ هكذا قال، يقول: أتشتم ابن أخي وأنا على دينه وأقول بما يقول؟ فقام رجال من بني مخزوم من جماعة أبي جهل لينصروا أبا جهل، فردهم أبو جهل، قال: دعوا أبا عمار، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. طبعا هنا حمزة هدأ ثم رجع إلى بيته، بدأت الوساوس في رأسي، ما الذي قلته؟ كيف أنا على ديني؟ كيف أترك دين آبائي وأجدادي؟ كيف أترك ملة عبد المطلب؟ وهكذا. فما نام تلك الليلة، وبدأ يراجع نفسه وتجرد للحق، فحكم عقله فوجد بأن هذه الأصنام لا يمكن لها أن تخلق ولا أن ترزق، إنما هي حجارة صنعها البشر. ولذلك شرح الله صدره للإسلام، فمن الغد ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وأخبره بما جرى له. فهنا طبعا خسرت مكة، أو خسر صناديد مكة ركنا من أركان مكة. هذا البطل العملاق، هذا الهزبر الأسد حمزة بن عبد المطلب، لا شك بأنها ضربة موجعة لصناديد قريش، وفعلا أوهن بنيانهم وهز أركانهم وأضعف قوتهم، فكانت خسارة كبيرة لصناديد مكة أن يفقدوا مثل حمزة ليكون صفا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ما تركوا الحماقات ولا الاستفزاز ولا الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، بل استمروا على هذا الطريق، لكن الثلة المؤمنة تزداد يوما ويوما، تزداد يوما بعد يوم، وقريش في كل صباح تصبح عليه حينما تشرق الشمس يخسرون مكاسب كثيرة، هذا ابنه يسلم، ذاك ابنته تسلم، زوجته تسلم، عبده يسلم. الحماس اللي كان موجود عند كثير من رجالات قريش في مناوئة النبي عليه الصلاة والسلام بدأت تنطفئ جمرته وتخبو ناره، فأصبح الأمر ممل بالنسبة لكثير من رجالات قريش، واقتصر على مجموعة من هؤلاء. طبعا في السنة التاسعة حدثت مفاجأة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت أيضا من الابتلاءات التي ابتلي بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي موت اثنين يمثلان ركنا يلجأ إليهما النبي عليه الصلاة والسلام بعد الله جل وعلا، أبو طالب عمه الذي كانت قريش تتمنى وفاته حتى يفسح لهم المجال لوأد الدعوة ووأد صاحبها، ثم خديجة رضي الله عنها ماتت في السنة التاسعة بعد أبي طالب بثلاثة أيام، أبو طالب يموت وبعد ثلاث أيام تموت خديجة رضي الله عنها. وهنا فقد النبي عليه الصلاة والسلام عنصرين كان يمثلان سندا له بعد الله عز وجل. ولذلك العلماء أطلقوا على هذا العام بعام ماذا؟ الحزن. وهذا ليس في السنة النبوية شيء اسمه عام الحزن، وإنما هذا أطلقه العلماء. طبعا أبو طالب مات على غير الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عفوا دخل عليه وهو في سياق الموت، لما أخبر فوجد أبو جهل عبد الله بن أمي أبي أمية ومجموعة من صناديد قريش عند رأسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة بس، يعني لا إله إلا الله، ومن حوله يؤزونه إلى الشر أزا ويغرونه
بالبقاء على دين آبائه، فنفض أنفاسه الأخيرة وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حزينا يقول والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا يدلنا في مسألة عقدية أن الإقرار بالقلب لا يكفي حتى يكون معه نطق باللسان. أبو طالب يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ويعرف بأن دينه حق، لكن ما نطق. لا بد من نطق اللسان إلا إذا كان أخرسا لا يستطيع النطق. كذلك فائدة قضية الصحبة. لاحظوا كيف أبا طالب لما كان هؤلاء أصحابه كيف أنهم أغروه وأضلوه في لحظة هو بأمس الحاجة إلى من ينصحه، لكن هذه المحاصرة وهذا الكلام الذي فيه والعياذ بالله وسوس له جعله يموت على ملة عبد المطلب، يعني على غير الإسلام، نسأل الله السلام. أما خديجة رضي الله عنها فبنى الله لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصل، يعني من ذهب، وهي أم المؤمنين وأول من أسلم، وهي حبيبة رسول الله أيضا، كان يحبها ويقول لي منها ولد ورزقني الله حبها، رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك أراد الله عز وجل أن يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام بمجموعة من الحوادث، منها إسلام الجن سبحان الله العظيم. وبعد 50 وربع أسلم، يعني لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سن 53 أشهر أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. نصيبين طبعا مدينة بين تركيا وسوريا معروفة إلى الآن، هي من إقليم ماردين. أسلم هؤلاء الجن واجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، رجعوا دعاة إلى الله. وهذا يدلنا على أن الجن منهم من أسلم، والشياطين هم الكفار. ولذلك من الجن من أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبطبيعة الحال يعني بالنسبة لإسلام الجن كان بعد حادثة مروعة فظيعة للنبي عليه الصلاة والسلام. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يئس من أهل مكة، قصدي لما وصل إلى مرحلة رأى أن أهل مكة قد أظهروا عدم الرغبة في الإسلام، بل زاد الأمر إلى العداء السافر والأذية الفاضحة، انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدن قريبة من مكة، ذهب إلى الطائف. فلما ذهب إلى الطائف دعاهم إلى الإسلام. فكانت المفاجأة أنهم لم يردوا دعوته فقط، بل إنهم حرضوا سفهاءهم ومجانينهم وصبيانهم ليرجموا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجاب. الله أكبر. يعني ما اكتفوا برد دعوته وبصده عن المضي في دعوة الناس، بل حرضوا هؤلاء الأوباش والمجانين والصبيان إلى إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. تذكر كتب السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل دعا الله. طبعا تقول الروايات بأن كان طبعا معه زيد بن حارثة، وهذه روايات تاريخية، وأيضا هناك شخص اسمه عداس، وهذا طبعا أنا ما وقفت على إسناد يمكن الاطمئنان له، وإن كان موجود في بعض الكتب لكن ليس له إسناد. عاد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذاك الدعاء المشهور، والحديث فيه ضعف من جهة الإسناد، لكن ذكره من كتب في السيرة النبوية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعاء عظيما: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيدي يتجهمني،
أم إلى قريب ملكته أم أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. نزل النبي عليه الصلاة والسلام، قيل بأن في هذه الفترة اجتمع به جن نصيبين في مكان يقال له نخلة بين مكة والطائف، فأسلموا. وهذا لا شك بأنه مدد من الله عز وجل لنبيه على أنه لا ييأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وهي صادة عن عبادة الله، مناوئة لرسول الله، حاملة لواء العدا لهذه الدعوة، يذهب إلى الطائف فيجد صدود عجيب، يجد صدود عجيب. فهنا سل الله نبيه، ثبت قلبه وشرح صدره، فلما رأى إسلام جن نصيبين لا شك بأن عادت إليه الحياة وعاد إليه النشاط في الدعوة إلى الله، وهو لم يفتر أصلا، لكن هذا تسلية من الله كما قال تعالى لنثبت به فؤادك. فتأتي مفاجأة أخرى حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة، حالة قريش بينه وبين دخوله، لأنه كانوا مثل ما يقولون عندنا بالمثل العامي ما صدقوا خبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع، فلما أراد الدخول منعوه، قالوا ما تدخل مكة، خرجت منها ما تدخل منها. أمام هذا الصلف والعبث القسوة من بعض رجالات قريش، قام رجل يقال له المطعم بن عدي، وهذا يدلنا على أن بعض رجالات قريش مهما كان لديهم شيء من القيم والمبادئ، فرفض هذه المعاملة وعذل قريش على هذه الممارسة، فأجار النبي عليه الصلاة والسلام وقال محمد في جواري، محمد في جواري، بمعنى أن الذي يؤذي محمد يؤذيه، وهذا كان معروف عند العرب مسألة الجوار. والله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنبي عليه الصلاة والسلام من وفائه حفظ للمطعم بن عدي هذا الموقف، ما نسيه. في معركة بدر لما نصره الله على قريش وسحبت جثث قتلى المشركين وألقيت في قليب بدر، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وفيا، ما ينسى حتى لو كان هذا الذي يستحق الوفاء غير مسلم. هذا يدلنا على أن الإسلام دين يعرف الحقوق ويوفر الحظوظ ولا يخلط الأوراق، ولا يخلط الأوراق. اللهم صل على محمد. وهذا نستفيد منه أن الإنسان لا بد أن يكون وفيا، وفي لا بد أن يكون وفي، وأن يذكر من يستحق الوفاء بالخير. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، لكن مكة مثل ما كانت، عداء سافر، تحريض، إذا شيء من هذا القبيل. فالله عز وجل من على نبيه بأيضا انفراج حينما عقد على سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي. طبعا سودة هي الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة رضي الله عنها، وكانت سودة تحت السكران بن عمرو وقد هاجر إلى الحبشة، ولما عاد توفي السكران بن عمرو رضي الله عنه في مكة، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت سودة امرأة صالحة عاقلة ناضجة. عائشة رضي الله عنها امتدحت سودة بالتدين، وقالت بأن ما تمنت أن تكون مثل امرأة، يعني في 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 عبادتها أو في أخلاقها مثل سودة، تقول تمنيت أن أكون في مسلاخها، يعني جلدها، لأن صاحبة عبادة. وذكرت بأن فيها حدة، هذا ليس انتقاص، لا، هذا بيان شخصية سودة، امرأة ناضجة عاقلة صاحبة قرار،
تنظر إلى المآلات. امرأة كانت طوال، كانت طويلة رضي الله عنها، ومن عقلها أنها لما تلمحت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يطلقها، هذا في المدينة، أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ليلتي لأختي عائشة، لأن تعلم بأن عائشة هي أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتنازلت عن نوبتها وحصتها وليلتها لعائشة حتى تبقى أما للمؤمنين وتحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الدين. هذا من عقلها، فهي قدمت الباقي على الفاني ورغبت في الأخرى عن الأولى. هذا هو العقل، هذا هو العقل. ولذلك عائشة رضي الله عنها امتدحتها، ومن كمال عقلها ونضوجها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بنسائه قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني بعد ذلك خلاص يكفيكم حجة الإسلام. طبعا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج، لأنهم فسروا هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك أمر وجوب، وإنما أمر إرشاد، فذهبنا إلا سودة وزينب بنت جحش، بقيت في المدينة وقالت لا نخرج بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام على ظهور الحصر، يعني تكون في البيت ما تطلعون للحج، فاكتفيا بذلك، وهذا يدل على إيمانها ورسوخها رضي الله عنها. إذن تزوج سودة بنت زمعة، ثم عقد بعد ذلك على عائشة ابنة الصديق رضي الله عنها، أم المؤمنين، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البتول الطاهرة التي برأها الله من فوق سابع سماء في 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر. تقول عائشة في حادثة الإفك: والله ما كنت أظن أن الله ينزل في قرآنا، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا، لكن أن ينزل في قرآنا، فبكت رضي الله عنها. وهذا يدلنا على طهارتها ونقائها، ولذلك قصة الإفك قصة مهم جدا لكل مسلم أن يقرأها وأن يقف عندها. وقد أحسن شمس الدين ابن القيم حينما تحدث عن حادثة الإفك في كتابه زاد المعاد، وكذلك يعني من كتب في التفسير أيضا، وهي موجودة طبعا في دواوين السنة. عقد على ابنة الصديق لعائشة رضي الله عنها في شوال، وهذا يدلنا على بطلان عقيدة من يرى بأنه لا يجوز عقد النكاح في شوال بين العيدين، هذا عند بعض العوام، هدانا الله وإياه. وعقد النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة في شوال يبطل هذه العقيدة الجاهلية، يبطل هذه العقيدة الجاهلية. عقد ابنة الصديق في شوال وبعد 50 عام تالي، يعني بعدما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 51 سنة، أكمل 51 سنة، أسري به عليه الصلاة والسلام، هذه حادثة الإسراء والمعراج، أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت، كما قد حفظت. حادثة الإسراء والمعراج من المعجزات العظيمة التي أجراها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وقصة الإسراء والمعراج جاءت بها دواوين السنة، والله عز وجل ذكرها في القرآن وصدر سورة الإسراء بقول سبحان الذي أسرى. لماذا؟ لأنها على خلاف الناموس العام، هذه معجزة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، فجاءه ملكان وبطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، فشق صدره، هذا والشق الثاني، تذكرون الشق الأول لما كان عمره 4 سنوات في ديار حليمة السعدية، هذا هو الشق الثاني، وأفرغوا من هذا الطست الذي من ذهب الحكمة والإيمان، فأطبقوا صدره عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيذهب في رحلة لا يتحملها بشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو سيصعد إلى السماوات
ولذلك احتاج أن يهيأ لمثل هذا، مثل هذه الرحلة العجيب. وجاءه جبريل بالبراق، وهي دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، فركبها النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة جبريل، والبراق هذا حافره عند آخر نظره. ثم أتوا بيت المقدس وعرج به، هذا اللي يسمى الإسراء، في ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس. والمسير من مكة إلى بيت المقدس على الدواب العادية كالإبل ومدة شهر، فانظر إلى هذه المعجزة العظيمة. ثم عرج به إلى السماء بصحبة جبريل عليه السلام، كلما أتى السماء استفتح جبريل فيقال من معك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أو بعث أو أرسل إليه. وهذا يدلنا على أن الملائكة ما يعلمون الغيب، كل سماء يلاقي فيها نبي من الأنبياء أو نبيين من الأنبياء. حتى بلغ السماء السابعة فتخلى عنه جبريل، قال هذا مكاني، ما يستطيع جبريل أن يصعد إلى السماء السابعة. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام لوحده حتى سمع صريف الأقلام وكلمه الله كفاحا، سمع كلام ربه جل وعلا وفرض عليه الصلوات هذه، وكان في أول أمر 50 صلاة في اليوم والليل. ثم لما عاد سأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50. قال راجع ربك، فإني جربت الناس، يعني عالجت بني إسرائيل وكذا، فخفف الله جل وعلا الصلوات من 50 إلى 5. قال الله تعالى كما في الحديث القدسي هي 50 بالفعل 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، نزل من السماء وقد شيعه جميع الأنبياء، وصلى بهم إماما في بيت المقدس بعد نزوله على القول المحقق الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما رواية أنه صلى بهم حينما ذهب في بداية هذا فهذه ضعيفة، والصواب أنهم شيعوه فنزلوا معه. وجاءه جبريل بإناءين، إناء من خمر وإناء من لبن، خيره فاختار اللبن، قال اخترت الفطرة، قال اخترت الفطرة. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد في تلك الليلة ثم أخبر الناس بهذا. طبعا تقول رواية بأن أبا جهل مر عليه فقال ما وراءك؟ قال أسري بي الليل، هكذا تقول الرواية، وإن كان طبعا إسنادها منتقد. فقال أخبر الناس، قال أخبر الناس، أخبره بما حصل، لأن هذا غير متصور أن يروح بيت المقدس ويرجع لا ويطلع إلى السماوات. أبو جهل ما آمن به أصلا حتى يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو جهل إلى أبي بكر لعلمه بأن كسب لأن أبا جهل يعلم بأن كسب أبا بكر إلى صفه يمثل ضربة قاصمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر يمثل العمود الركن. أبو بكر كان له حضور حتى عند العرب لأنه كان نسابة، فهو من آمن الناس على أنساب العرب، كان محل احترام وتقدير عند الجميع. ولذلك علي رضي الله عنه سأل الناس قال من أشجع الناس، مؤمن آل فرعون ولا أبو بكر الصديق؟ فقال الناس مؤمن آل فرعون، قال لا والله أشجع الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مؤمن آل فرعون يخفي إيمانه، أما أبو بكر أعلن إيمانه وتعرض للضرب الذي أوصله إلى حافة الموت، كان يعلن إسلامه رضي الله عنه. لذلك قال أبو جهل، ذهب إلى أبي بكر قال تدري ما يقول صاحبه؟ قال ما يقول؟ قال يقول بأنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد. قال إن كان قالها فقد صدق، ما عنده مشكلة أبو بكر الصديق. قال إن كان قالها، لاحظ يعني دقة الكلام، إن كان قالها فقد صدق، يعني إذا أنت فعلا نقلت هذا عن النبي عليه الصلاة فقد صدق. أنا أصدقه بأعظم من هذا، أصدقه بخبر السماء. ولذلك عاد أبو جهل يجر أذيال الخيبة والهزيمة حينما سمع هذا الكلام من أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
طبعا حادثة الإسراء كان لها ردود فعل وصدى. هناك أناس تعرفون طبيعة الناس، منهم من يسلم عاطف، مثل بعض الناس الآن يتدين عاطف، صاحبه، واحد من جماعته، من أهله، لكن في أول اختبار ينهزم، يعني يرجع إلى مثلا حالته الأولى. كذلك كان من الصحابة في بداية الأمر من أسلم عاطفة، شاف صاحبه أسلم قال أسلم، شاف مثلا كذا قال. فلما حصل انتشر الخبر، وهذا على خلاف الناموس العام، على خلاف العقل البشري، حصل هزة عند بعض هؤلاء الذين أسلموا عاطفة، لكن الله تعالى امتحن بقية الصحابة فقالوا نحن نصدقه بأعظم من هذا. هكذا هو الإيمان، هكذا هو الإيمان، لأنك إذا آمنت بالله يجب عليك أن تصدق بخبر الله، إذا آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام يجب عليك أن تصدق به وبكل ما يخبر، لا أن تقف موقف المشكك المتردد المتلجلج المضطرب. شوف الصحابة رضي الله عنهم، أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمور تحير العقول، أمور تحير العقول، ومع ذلك قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ما شككوا. يعني من ذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه سيكون في آخر الزمان يحدث الرجل صوته بما فعل أهله من بعده، العصا يعني، تخبر الرجل بأن أهله فعلوا كذا وكذا بعد. يعني لاحظ هذا في عصر الصحابة، ما ثبت عن واحد من الصحابة قال كيف هذا، وعقلي ما يصدق أبدا، قالوا سمعنا وأطعنا. الآن لاحظ الآن كيف الزرار هذا يحدثك بما فعل أهلك، صوت وصورة بعد، صح ولا لا؟ صوت وصورة، الزرار الآن كاميرا أنا شايفها، مقدار الزرار، الزرار هذا صوت وصورة، النظارة تصور لك كل شيء، القلم، ها؟ وفي جاء في حديث يحدث الرجل فخذه بما فعل أهله من بعده. لذلك الاستسلام لله والرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. فكل ما جاء في القرآن وصح فيه صحيح الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب التسليم له. ولذلك العقل شاهد والنص هو القاضي، العقل هو الشاهد والنص هو القاضي، والصحيح المنقول لا يمكن أبدا أن يخالف صريح المعقول، ما يمكن أبدا أن يخالف صريح المعقول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات بدأ لما فرضت عليه الصلوات أمر الناس بالصلوات الخمس. طبعا هذه الرحلة إذا تأملناها أخذا بسياقات الحالة للنبي عليه الصلاة والسلام نجد بأنها هدية من الله، هبة من الله، منحة من الله، تكريم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، معاناة ومعركة يخوضها النبي عليه الصلاة والسلام مع يعني عتات لا قبل له بهم، مع أناس أشربت قلوبهم محبة الشرك والدفاع عن الأصنام والأوثان، فأكرم الله نبيه وأعطاه هذه الهبة والمنحة والجائزة، وعرج به ليرى هذا الملكوت العجيب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فأرى الله نبيه آيات عجيبة، آيات عجيبة. ثم لما صعد في هذا الارتفاع، هذا يدلنا على إثبات العلو لله عز وجل، الله مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، أكرمه الله بدخول الجنة، رأى فيها قصر عمر بن الخطاب، رأى فيها نعيم الجنة، أراه الله النار والمعذبين فيها، رأى امرأة من حمير في النار بسبب هرة عذبتها حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام بروح مفعمة وبنشاط
عظيم يبلغ دين الله رب العالمين. وبالنسبة للإسراء، أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأما من يذهب إلى أن أسري به مناما فهذا مخالف للقرآن، مخالف للسنة. فالله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده، والعبد هنا هذا الإنسان المكون من الروح والجسد، الروح والجسد. ولذلك أسري بجسده وبروحه صلى الله عليه وسلم، وعرج بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. والمتأمل أيضا يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء قبله أعطاه الله جل وعلا معجزة إلا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحق بها وأهلها. لاحظتم هذا؟ لاحظوا، استقرئوا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، تجد ما من نبي أعطي آية أو معجزة إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام حظ ونصيب فيها، ومن ذلك تكليم الله عز وجل. فالله خص موسى من بين الأنبياء بتكليمه، يسمى موسى الكليم، وكلم الله موسى تكليما. ومع ذلك أيضا كرم الله نبيه وشرفه بأن كلمه كفاحا من دون واسطة جبريل، من دون واسطة جبريل. وهذا هذا الشرف للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. هنا طبعا بدأت مرحلة جديدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة الصحابة الكرام في قضية خسارة أهل مكة لهذه الدعوة المباركة، وفوز أهل المدينة بهذه الدعوة المباركة. وقد أراد الله عز وجل بالأوس والخزرج خيرا، ومنحهم لقبا عظيما الأنصار، الأنصار، وفازوا فوزا كبيرا حينما تخلت قريش عن هذه الدعوة المباركة، واحتضنت المدينة النبي عليه الصلاة والسلام لتبدأ مرحلة جديدة ومنعطف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل في حياة البشرية مدة 10 سنوات. بارك الله في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل هذه المليارات، هذه الأعداد الكبيرة في دين الله، وهو واحد صلى الله عليه وسلم. بارك الله دعوته، أصبح الآن ما يزيد على 1.5 مليار، كلهم يعتنقون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله. وهذا إن شاء الله ما سيكون حديثنا غدا إن شاء الله بحول الله في المجلس الأخير. نستمع الآن لأسئلتكم إن وجدت. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، سلمكم الله. الأسئلة خارج الدرس. طيب، لا بأس. أحسن الله إليك. يقول السائل: حكم من حذر الناس على وسائل التواصل من حساب مشهور وبعضهم قاموا بمتابعته بعد التحذير، هل عليه إثم؟ الحساب، يعني ما فهمت، حساب حذر منه لأنه سيء يعني؟ أي سلام الله. أولا يعني بالنسبة للتحذير يجب أن يكون يعني مبنيا على الحكمة، فأحيانا قد يوجد منكر إنكاره هو المنكر، يعني إنكاره علنا هو المنكر. لماذا؟ لأنك تدل الناس عليه، فالناس قد يكونون في عافية، فلما تقول والله انتبهوا من الموقع الفلاني، من الحساب الفلاني، كأنك دللت الناس عليه. ولذلك من الحكمة ترك الباطل المخفي أو الباطل الضعيف، هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله، من الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك من الناس من يدل الناس على المنكر بأسلوب النصح وما يدري، ما يدري. فبعض الناس يعني مثلا قد يكون هناك حساب معين أو موقع أو قناة أو شيء الناس ما تدري عنه، فلما تعلن تقول والله انتبهوا من هذا الحساب، طبيعة النفس البشرية أن الممنوع عندها مرغوب، طبيعة النفس البشرية، كل مثل ما يقولون كل ممنوع مرغوب. فبعض الناس يقول خلني أشوفه، وربما وقع ضحية لمثل هذا الموقع. الأمر الثاني، يجب على الناس إذا نصحهم الناصح حتى لو
أخطأ في الأسلوب مثلا، أن يستجيبوا، ما دام أنهم يثقون بأن هذا رجل ناصح ويريد لهم الخير، فما في داعي للإنسان يقول أجرب ولا أشوف ولا كذا. من نعم الله أن الله عز وجل يرزق برجل ينصحك، خاصة له تجربة وله يعني دراية بما يعني يحصل في الواقع، فيدلك على طريق النجاة. فينتبه الإنسان حتى لا يحمل وزره ووزر غيره. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الهجرة من بلاد غير المسلمين واجبة؟ طبعا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، والمقصود هنا فتح مكة. لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة تحولت دار إسلام وستبقى دار إسلام ولله الحمد. أما الهجرة من الأخرى فهي باقية، لا تنقطع الهجرة، الهجرة لا تنقطع. وبالنسبة لموضوع الهجرة، إذا كان شخص في بلاد لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين والإسلام، لا يستطيع أن يصلي ولا يتوضأ ولا يصوم ولا يقرأ القرآن، تجب عليه على وفق القدرة والإمكان. أما إذا كان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، يستطيع أن يدعو إلى الله، يستطيع أن يعلم، فلا تجب عليه في مثل هذه الحال، لا تجب عليه على سبيل الحتم والإلزام. وقد يكون يتأكد في حقه البقاء ما دام أنه قادر على إظهار دين الإسلام وشعائر الإسلام، وذلك بالدعوة إلى الله. وأنذر عشيرتك الأقربين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستماع لخطبة الجمعة من داخل السيارة إذا كان المسجد ممتلئا تفاديا لحرارة الجو أو شدة الرياح؟ إذا كان هناك يعني سبب مثل حرارة الجو، رطوبة، شدة الرياح، وكونه إذا صلى خارج المسجد سيحصل أذى وضرر، لا حرج. لكن إذا أقيمت الصلاة صلى معه، لو استمع إلى الخطبة في السيارة على أن يلتزم بالاستماع إليها ولا يعني يلغو ولا يلهو بشيء، ها، فإنه لا بأس. وإذا جاءت الصلاة ذهب وصلى مع الصفوف التي خارج المسجد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة رفع الصوت بالأذكار بعد الصلوات المفروضة في المسجد حيث يحدث تشويش للمصلين المتأخرين؟ أن هذه المسألة فيها قولان. القول الأول: نعم يجهر، استدل لذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالأذكار بعد الصلاة. والقول الثاني قالوا: لا لا يجهر، وإنما جهر النبي عليه الصلاة والسلام كان لأجل التعليم والتلقين. والمسألة واسعة، فإذا حصل يعني تشويش وتداخل وكذا يعني يسمع الإنسان نفسه فقط. أما إذا تعود، لأن سبحان الله مع اعتياد أهل المسجد للأذكار بصوت مرتفع ما يحصل، متى يحصل؟ لأن الناس ما اعتادوا على هذا، فيصبح من يجهر بالذكر يعني يشوش. لماذا؟ لأنه ما اعتادوا هذا، لكن مع التعود عادي. لاحظ الآن في بعض الجوامع ما تسمع يعني همس حتى في قراءة القرآن، في صمت مطبق عجيب يعني. لكن في بعض المساجد الجمعة مثلا في بعض الدول تجد أغلب الناس يقرأ القرآن بصوت مرتفع، ما يتداخل هذا بجوار هذا، لأنه معتادوا على ذلك. هكذا الأذكار، فلو اعتاد الناس مثلا يرفع الإنسان قليلا حتى يتعلم، لأن ليس كل المأمومين يحسن الأذكار. فإذا رفع الإمام صوته تعلم الناس، التقطوا منه بعض الأذكار اللي ما يحسنونها. لكن عموما لا ينكر أحد على الآخر، وإذا وجد تشويش الأفضل أن حسم مثل هذا الأمر، لأنها الحمد لله سنة، والسنة إذا أثرت وفرقت يعني بمثل هذه الصورة يعلم وكذا، يؤخر ويعلم. وخاصة في المسألة خلافية، يعني من أهل العلم من يقول الجهر ليس بسنة، وهم يؤولون هذا الحديث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى المسجد دون رضا الوالد ولو تأخرت إلى الإقامة أو قريبا منها؟ الحمد لله. لماذا لا يرضى الوالد بالذهاب إلى المسجد؟ هذا السؤال. فإذا كان ثم خطر
متيقن أو يغلب على ظن الأب أن هناك خطر على الابن، فيطيع أباه ويصلي معه جماعة في البيت. أما إذا كان لا، مجرد هكذا ترف، أو مثلا عند الوالد أمور مغلوطة، أو الوالد لا يصلي، لا، ما لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن على الولد أن يتلطف مع أبيه، يقول له أنا رايح المسجد 5 دقائق وجاي، أنا ألبس الكمام مثلا، كمامة، أنا ألبس كذا، أنا أحتاط، أنا كذا. إيه نعم، يفهم الأباه ويقنعه، يقنع بهذا. أغلب الأسئلة الحالية في منع الوالدين للأولاد بسبب كورونا، يقول نخاف على أولادنا وكذا، قدر الله آتم. فما دام أن الإنسان استعمل الوسائل واتخذ الأسباب، يلزمه، ما دام ذكر بالغ يلزمه أن يشهد الجماعة. أحسن الله إليك. يقول السائل: من دخل للصلاة وفاتته ركعتين، وبعد أن سلم الإمام قام يقضي الركعتين، فهل يقرأ فيهما الفاتحة فقط باعتبار أنه يبني على الركعتين مع الإمام؟ هذه راجع لقاعدة، هل ما يدركه المسبوق أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ الراجح من قول أهل العلم أن ما يدركه المسبوق أول الصلاة، فإذا جئت في الركعة الثالثة مع الإمام، هذه الأولى لك وعليها تبني. بارك الله فيك، أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.